طبعا هي المرأة معروفة بالغيرة واحتكار الرجل، طبعا تحس انه هي نفسها راح تفقد شريك حياتها وهذا. بس انا موضوع تعدد الزوجات عندي ملاحظة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل الزواج هو يعني حلال الزواج انه تحليل اربع زوجات، هل هو لعامة الناس؟ انا يعني دا اشوفه هي خص النساء اليتامى فقط، يعني اللي ظرف عدها. بس كتعدد الزوجات مثلا انا يجي متمكن ماديا اتزوج ثلاثة واربعة او رغبة انه اتزوج اثنين او ثلاثة، فاشوف الزواج الواحدة هو افضل كاستقرار للعائلة، يعني والزواج الثاني هو يعني ما تفقد الاستقرار. هذا الموضوع انه بقابلية على شخصية البشر، انه هو هل يا ترى يعكس نفسه او لا، من خلال يعني هواي امور، من خلال العيشة، ومن خلال اكو ظروف تسمح انه تكون بيها تعدد زوجات بيها. اول ظروف بيها انه اكو مثلا شخص تزوج ومرته ما تقدر يعني تجيب اطفال او هي الشيء، فهو ايش راح يسوي؟ يضطر انه هو يحب يعني الاطفال وهذا الشيء، يضطر بموافقة زوجته انه يتزوج. اكيد هي راح تصير غيره بعض الاحيان وحزازيه بهذا الشيء، بس من تنظر لها بواقع حال اكو طبعا يعني ثق بالله اكو حاله يعني اعرفها هذا الشيء، انه اكو يعني اثنين ضراير يشوفون قلب على قلب سويه، يعني بحيث يطلع عن سوى، يطب عن سوى، يروح عن سوى، كله سوية. ليش؟ تعايش بينات التكايف، فهي تبقى بعد شنو كل من وإرادته بهذا الشيء. نوبات يعني أكو ظروفية اللي تخليك تجبرك على تعدد الزوجات بهذا الشيء. أكو بهن يقبلن وأكو بهن لا، حسب العيشة والظروف مارته. أكو مرأة إنه هي بس تريد تتزوج، إنه أكو سوء حالتها المادية وحالة أهلها ضعيفة أو أهلها سلوكه يعني سبب سلوكهم وياها انه يخليها تضطر انه يصير هذا الشيء. يعني هو اكيد من حقها انه تنقهر، ومن حقها انه تزعل وما تقبل. هو شرع الله صحيح، بس رب العالمين من شرع هذا الحق؟ يعني شرعه باسباب، يعني تكون الزوجة مقصرة او تكون الزوجة ما تقدر مثلا تنجب الاطفال وهيجي. بس اذا على هذا وقتنا كلها بدها تتزوج الثاني، يعني خاصة بالعراق يعني ما تتقبل الموضوع، الزوجة ما تتقبل هذا الموضوع. يعني اذا الزوج فكر او خطب او راد يتزوج عليها ما راح تتقبله، لانه راح ياثر عليها، راح ياثر عليها من كل الجهات. يعني بالنسبه لزوجها ما اقبل اكون الزوجه الثانيه، ليش اهجم بيت الناس؟ يعني ليش اذا هو عنده عائله او متزوج او مرتبط ليش اكون انا ثانيه؟